ليش عم بتدمع يا اخي؟ ما انا قايل لك اخاف اجلس معك. انا عارف اطلع القبل اللي في القلب على طول. ابوي حبيبي والله يا اخي. تعرف هي مش كلمات لما قلت لابوي، تخيلت المشهد لما كان في العناية المركزة. والله حنون الوالد، يحب الفن ويحب الحياة ويحب يحب بيته، وكان يقول لي دائما أهم شيء بيتك، لا تنشغل عنه. والله والله الله يرحمه إن شاء الله يا رب العالمين. شو كنت بدك تقول له وما سنحت لك الفرصة أو الوقت غدرك ما قدرت تقول له إيه؟ كان كلام كثير، أكيد كنت بقول له كلام كثير. سامحني. شوف كل ولد لازم يسامحك على شو؟ سامحني إنه مقصرت، يعني مهما الواحد ترى سوى مع والدينه سامحني إذا قصرت. أحد يقول لك والله أنا اكتملت عندي، والله أبغى أنا سويت وسويت وسويت، ما هو مجال للواحد يمن على والديه يعني، أو حتى يمن على أي إنسان بسيط يعني، فما بالك بوالديه. لكن سبحان الله يعني الله يرحمه ويسكنه في زيه جنات يا رب العالمين، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يجمعنا رب العالمين إن شاء الله معه، يجمعني معه إن شاء الله في جنات النعيم. طول بعمر أمي وزوجتي وأولادي، واتمنى من رب العالمين كذا أن يكون راضي عني يا رب يا رب. حبيبي مالك، شهر 2018 إيش كان فيه؟ 2018 يا أخي ما أنا قايل لك أخاف أجلس معك. أنا عارف أطلع القبل اللي في القلب على طول. يا أخي تعرف الوالدة لما أجلس معها ونضحك ونسولف نتذكر دائما ذكر طفولتي، وأحبها تقول لي كيف كنت وكيف كنت هادي أنا ولا كنت مشاغب، ونضحك ونسولف والدنيا دي كلها. مرة بالوالدة تقول لي، يعني دائما تقول لي سبحان الله دائما الزوج لما يتوفى حتى لو الأولاد موجودين وما يقصروا شيء، لكن تحس بكسر الظهر. مهما تعمل يا بني آدم والله غير الأب وغير الزوج وغير الأب خصوصا بيكون حنون، وحتى لو ما كان حنون ما حد هيعرف قيمة الأب إلا لما يفقده. طولة عمر لما الله يرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب، يصبر قلوب كل العالم يا رب العالمين إن شاء الله. خلصنا ولا حبيبي والله.